الناصري يحسم ملف جيم بينزا وتصوم مع الوداد. أكد سعيد الناصري رئيس فريق الوداد الرياضي أنه قام بالإجراءات اللازمة من أجل استمرار الدولي الكونغولي جيم بينزا مع الوداد الرياضي خلال الموسم الكروي المقبل. وقال سعيد الناصري إنه يسعى إلى الاحتفاظ بالمهاجم بينزا ضمن صفوف الفريق الأحمر. وكشف الناصري في حوار مع إذاعة راديو مارس قائلا: راسلنا الفريق البلجيكي من أجل إبقاء علم بينزا بالفريق الأحمر. وتابع الناصري قائلا: قمنا بجميع التدابير لتفعيل الشرط الجزائي لعقد بينزا. وكان فريق الوداد الرياضي قد تعاقد مع اللاعب المذكور على سبيل الإعارة لموسم واحد قادما من فريق رويال أنتويرب بلجيكي. وبخصوص مستقبل اللاعب تسومو، قال الناصري: تسومو سيستمر بالفريق، امتلك عقد قابل للتجديد وتجدد تلقائيا الآن.